احتفلت كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم بقداس احتفالي بمناسبة اليوبيل الفضي للرسامة الكهنوتية للأب الفاضل إبراهيم فلتس، بحضور البطريرك ميشيل صباح وحارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون وعدد كبير من الكهنة. وحضر القداس عدد من القناصل والسفراء وقادة الأجهزة الأمنية وممثلي الكنائس ورؤساء البلديات في المحافظة وأعضاء المجلس البلدي في بيت لحم وعدد كبير من الوجهاء والشخصيات. امتلأت الكنيسة بالمؤمنين الذين شاركوا الأب فلتس فرحته باليوبيل الفضي وبتنظيم من مجموعة ترسنطة الكشفية وبمشاركة جوقة الكنيسة والفنان يعقوب شاهين الذي رتل خلال القداس الاحتفالي. رحب البطريرك ميشيل صباح بالحضور وأكد على دور الأب فلتس وأشار بأنه كان مرافق بكهنوته طيلة 25 عاماً أوجاع المؤمنين، حيث كان على مثال القديس فرانسيس في حمل رسالة المحبة والسلام في أرض السلام. شعور اليوم مثل شعور أي يوم عيد، هو فرح، فرح لأنه إحنا عم نحتفل في كاهن عاش معنا طفولة، عاش معنا شباب، عاش مش بس ككاهن، عاش معنا كصديق، عاش معنا كرجل، حبينا الهوية المصرية من خلاله، حبينا الهوية الفلسطينية إنها توصل لمصر لأن مصر وفلسطين هي إخوة. فشعوري اليوم هو شعور جميل إنه إحنا واقفين بجانب هذا الكاهن اللي كان بجانبنا دايما. فمنشكر الله على النهار هذا لأنه فعلا أكيد نهار عيد وحلو بالنسبة لأهل بيت لحم لكل الأراضي المقدسة، لأنه بيضلوا بالنسبة إلنا 25 سنة ونتمنى له 50 و75. العطاء العطاء دائما وخدمة الناس دائما بدون أي اعتبار ومساعدة الجميع بدون أي أمر يعيق هذا الموضوع. فنتمنى له كل خير بهالسنة بمناسبة اليوبيل وعقبال إن شاء الله اليوبيل الذهبي والماسي. وقبل انتهاء القداس تم تكريم الأب فلتس ببعض الكلمات والهدايا والأوسمة، وكان من أهمها وسام نجمة السلام من الرئيس محمود عباس، حيث قدمه كل من السفير عيسى قساسية ومستشار الرئيس زياد البندك والسيد حنا عميرة، وكما تم التكريم من قداسة البابا. منح رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان مواطنة الشرف لمدينة بيت لحم للأب فلتس بمناسبة اليوبيل الفضي لرسامته الكهنوتية وتقديراً للخدمات الكثيرة التي قدمها لمدينة بيت لحم وأبنائها. وبعد البركة المباركة الختامية استقبل الأب إبراهيم فلتس التهاني في ساحة دير كنيسة القديسة كاترينا بأجواء من الفرح والمحبة والسلام. يعني بعتقد أنه هو يوم شكر زي ما قال سيدنا ميشيل صباح، هو الإنسان بيشكر الله على كل شيء، وبعتقد هي نعمة كبيرة جدا لي أن أنا أحتفل 25 سنة في هذه الرعية رعية بيت لحم، لأن أنا بديت حياتي في هذه المدينة، بيت لحم في القلب، بيت لحم صارت إشي مني، ما بقدرش أتخلى عن هذه المدينة، ما بقدرش أبعد عن هذه المدينة، بشعر إن هذه مدينتي، أنا عشت في بيت لحم أكتر ما عشت في مصر، أنا بشعر اليوم كمان أخذت وسام يعني بركة البابا وسيادة الرئيس، ولكن كمان مواطنة الشرف اللي خدتها من بلدية بيت لحم مهمة جدا كمان بالنسبة لي لأني بنتمي لهذه المدينة. فبشكر الجميع، بشكر كل إنسان علمني وتعلمت منه، بشكر هذه البلد، بشكر هذه المحبة اللي كان كل واحد فيهم فعلا اليوم أظهر محبته إلي. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم.